بتعيطي؟ مش كل ام بتعيط يوم فرح بناتها يا حاج. ايوه ده لما يكون العريس هياخدها ويطير، لكن بناتك وجوازهم قاعدين على قلبنا زي ما انت عاوزه. لو سمحت، هو ده منزل الحاج محمد الاسيوطي؟ ايوه. امال هو فين؟ انا. اهلا وسهلا، ازيك يا عمي؟ امال حضرتك مين؟ لا انت ما تعرفنيش؟ لا والله ما اعرفكش. انا نسيبك الجديد. اهلا يا اكرامي. مين حضرته؟ ده اكرامي يا بابا، جون الاهلي. جون الاهلي؟ قومي يا كريمه، ده جون الاهلي. الحمد لله ما خلفناش اكتر من كده، كان جالنا جون الزمالك وجون الترسانه والمقاولين الطوال دول، عارفاهم؟ يلا يا بنتي. هي اوضتنا هتكون فين؟ طيب. اشكرك يا رب، حققت لي كل احلامي. صحيح يا حبيبي، طول عمري كنت احلم ان يكون ليا سرير بمرتبه سفنج انام عليه. وما كنتش بتحلم بيا انا يا حبيبي؟ ازاي يا روحي؟ ده كتير يا رب. ايه؟ كتير قوي عليا. ايه؟ كان نفسي يبقى عندي دولاب زي ده اعلق عليه هدومي. حلو، ما كنتش نفسك في حاجه تانيه؟ كان نفسي افطر واتغدى واتعشى. وبعد ما تفطر وتتغدى وتتعشى ايه؟ انكبس بقى وانام واشخر شخير. اه يا لئيمه، بتندهلي يا حبيبي. انا جعان، انا عايز اكل. لا يا عزوي، عيب كده. عيب ايه؟ انت فهمت ايه؟ انا جعان بجد، انا بقالي كتير ما اكلتش، انا واقع من الجوع. واجيب لك اكل منين دلوقتي؟ مين؟ انا ماما يا حبيبتي. اساليها على الاكل. ايوه يا ماما، جايبه لكم العشاء. هو ده. بألف هنا وشفا يا حبيبي. ميرسي يا حماتي. طيب مش هتاكلي؟ ماليش نفس. بس انا ليا نفس.